وبدأت أخيرا الملحمة، ملحمة جيم اوف ثرونز بس بريكول قبل أحداث مسلسل جيم اوف ثرونز ب 172 سنة، وهو مسلسل هاوس اوف ذا دراجون اللي كل العالم منتظره في سابقة ما حصلتش قبل كده على الأبس أو اتش بي او ماكس أو او اس ان اللي عنده يعني ومشترك فيهم. هتلاقي إن بعد عرض الحلقة الأولى حصل كراش، يعني من كتر الإقبال ومن كتر ملايين البني آدمين اللي بيتفرجوا على الحلقة الأولى حصل كراش و اتش بي او ماكس و اس ان وقعوا لفترة طبعا، بس رجع دلوقتي وكله تمام. بس هو ده اللي انا بكلمك فيه، احنا قدام حالة وقدام مسلسل كنا كلنا متخوفين هل هيطلع سيء زي اخر سيزن من جيم اوف ثرونز، ولا هيحاولوا يصلحوا ملايين من الجماهير على النهاية السيئة اللي حصلت في جيم اوف ثرونز. والحمد لله من قبل ما اقولك اي حاجة عشان في المقدمة هو الحلقة الاولى كانت عظيمة. بس قبل ما ابتدي الحلقة ونتكلم في كل حاجة، اتمنى طبعا بتوع افلام يثبتوني زي ما هم معودني على طول، لايكات كتير جدا 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 وشير وسبسكرايب للشانل لو لاول مره، وعايزين نوصل لنص مليون في اقرب وقت باذن الله. طبعا عايزكم تشتركوا على انستغرام بيج وفيسبوك بيج وتدوسوا على جرس التنبيهات عشان تجيلكوا الحلقه اول باول. ويلا بينا نخش في الحلقه. اهلا مساء عليكم، انا احمد كمال بتاع افلام. معلش يا بتوع افلام، انا عارف اني كنت متاخر شويه على نزول الحلقه، بس انا للاسف اليومين اللي فات دول معرفتش اتفرج على الحلقه، واتفرجت عليها امبارح وقلت اعملها دلوقتي وحالا فورا جزيلا. وزي ما قلت لكم يا بتوع افلام في المقدمه، ان احداث هذا المسلسل هاوس اوف ذا دراجون قبل احداث جيم اوف ثرونز ب 172 سنه. ومن الاخر زي برضو ما قلت لك في المقدمه، انا كنت متخوف شويه الصراحه، كنت قلقان. يعني ممكن اقول لك الحماس بتاعي كان زايد جدا لانه حاجه تبع جيم اوف ثرونز، هذا المسلسل الملحمي اللي يعتبر اكبر شعبيه في العالم. بس كان عندي تخوف من فكره ايه، اللي هو اتش بي او، اللي هو انا اكتر مسلسل ناجح عندي هو جيم اوف ثرونز، فاكيد هطلع منه حاجات كتير جدا. بس لو تفتكروا برضو في حلقه من الحلقات قلت لكم الحاجه الوحيده برضو اللي مطمناني في هاوس اوف ذا دراجون، ان هو من كتابه الكاتب جورج ار ار مارتن، من كتبه مش من دماغه وعمله السيناريو والحوار زي ما شفنا في اخر سيزون كده مأساة. فبنبتدي احداث المسلسل وبنشوف عائلة التارجاريانز، ويعتبر السيزن ده احنا بنتكلم عموما مش بقى في كل عوالم جيم اوف ثرونز او معرفش، يعني ده اللي احنا شفناه في الحلقة الاولى. بس احنا هنخش ان ديب ديتيلز وتفاصيل معقدة جدا ورحلة او عيلة التارجاريان وعيلة ام التنانين بقى من الاول والاصول وكل الكلام ده. هتقولي مبدئيا كده يا ابو حميد، ايه اللي عجبك في الحلقة الاولى وبتقول عليها حلقة حلوة جدا وخلتك ترجع للحماس الاول وقلت ان هي حلقه عظيمه؟ اول حاجه مبدئيا قبل اي حاجه لبتوع افلام، اتمنى طبعا لاي حد ما شافش الحلقه الاولى، انا هحرق واتكلم براحتي خالص، فوقف هنا. لو انت ما شفتش الحلقه ارجع شوف الحلقه وتعالى اتكلم معايا ونتناقش مع بعضينا زي ما احنا متعودين على طول. فانا هحرق اهو من دلوقتي، اهو نبهت خلصانه بالشياكه. اول حاجه بتوع افلام، ان احنا اغلبيه الشخصيات اللي احنا شفناها في الحلقه الاولى احنا عرفنا كل واحد من جواه ايه او نواياه ايه، او عرفنا كتير جدا من شخصيته من خلال حلقه واحده بس. وتاني حاجه والاهم، ان انا اتفرجت على ساعه وخمس دقائق حاجه زي كده، لم اشعر باي ملل في اي جزء من الحلقه. وتالت حاجه، ودي برضو من الحاجات المهمه جدا، عوده احساس او الفايبس بتاعت جيم اوف ثرونز دي بقى كانت خطيره، وخاصه في الموسيقى التصويريه. في لحظات كده مثلا لو تفتكروا في اول مشاهد لما التنين كان بيطير، حسيت بموسيقى جيم اوف ثرونز جدا، بس اللي هو ايه، القفله مش هي قفله جيم اوف ثرونز اللي احنا عارفين كده، يعمل لك حاجه كده عكسيه عامه، يعني انا بقول لك كمثال يعني. ولكن مع نهايه الحلقه الاولى لما شفنا ان رانيرا هتبقى هي الوريثه للملك دلوقتي اللي هي بنته، شفنا على نهايه المسلسل بقى موسيقى جيم اوف ثرونز والنهايه برضو وكل الكلام ده. ده اشعرني جدا المشهد ده خاصه. وطبعا المشهد ما بينه وما بين بنته هو بيقول لها بقى خدي بالك الكرسي ده بيعمل ايه وورات دي، وكل الارشادات بتاعته كانت جامده جدا، وخاصه تلميحات على الوينتر وان هيحصل حرب قدامه والكلام ده. كل ده رجع لي الفايبس بتاع جيم اوف ثرونز بطريقه غير طبيعيه، لان التمثيل كان جامد لكل الناس، ابتديت تتعلق بشخصيات من اول حلقه، لم تشعر بملل باي حاجه، وانبهار بقى في مشاهد المعارك، وتلاقي
هتلاقي بقى ايه الافوره في كل حاجه، افوره في قله ادب هتلاقي افوره في قله ادب، افوره في الدم والقتل والقطع والدم والتقطيع هتلاقي يا باشا في الكلام ده. فكل العوامل دي اتحطت في الحلقه الاولى ودي عجبتني جدا، هم عرفوا يشتروني من الحلقه الاولى ويقولوا لي ابو حميد ما تخافش ده كتاب لجورج ار ار مارتن واحنا كده كده مش عايزين نخسر الشعبيه اللي احنا عملناها من جيم اوف ثرونز، فهنعمل حلقه اولى تخلي كل الناس تقول انا خلاص يا باشا ادوني الحلقه اللي جايه وهنتظر دلوقتي. زي بقى لما انا كنت يعني انا كنت ساعتها ما اتفرجش على جيم اوف ثرونز، بس مثلا انا فاكر فتره جيم اوف ثرونز دي كل اصحابي واحنا في الشغل مثلا تلاقي يوم الاثنين الناس في الشغل صاحيين لا مال اتفرجت على جيم اوف ثرونز الفجر، كل العالم كل الناس اللي اعرفه بصحابي اتفرجوا في نفس التوقيت نزول الحلقه بره، فانا مبسوط بالاجواء دي، مبسوط عوده الاجواء دي وان انا هحسها بقى لاول مره، عشان زي ما انتم عارفين انا اتفرجت على جيم اوف ثرونز بعد ما جيم اوف ثرونز خلص اساسا، بس بقيت واحد من عشاقه الا طبعا السيزون الاخراني اللي كلنا شايفينه ان هو كارثي، ولو انت ما كنتش شفت حلقتي بتاع جيم اوف ثرونز روح اتفرج عليها دلوقتي حالا بعد ما تخلص الحلقه يعني. ومن الشخصيات اللي انا قلت لك الواحد ابتدى يتعلق بيها من الاول، نبتدي مثلا برانيرا اللي احنا اول حد اتكلمنا عليه، انا حاسس ان هي دي هتبقى كاليسي الجديده او هي دي اللي ممكن تكون البطله بتاعت المسلسل، والله اعلم هرجع واقول لك جيم اوف ثرونز يفاجئ اي حد، ممكن تلاقي اي حد من الشخصيه اللي احنا اتفرجنا عليها في الحلقه الاولى دي الحلقه الثانيه او الحلقه الثالثه او على اخر السيزون الاولاني انت متوقع ان ده يبقى البطل وفي الاخر يعني راسه تتقطع، حاجه تحصل كده فجاه زي ما هم معوديننا على طول، بس دي الشخصيه اللي هي من جواها انت فهمت بتمثيلها وبالكلام بتاعها وباسلوبها مع عمها اللي هو دايمن اللي يعتبر اغلبيه الناس اللي شافوا الحلقه الاولى بالنسبه لهم ده اقوى كاركتر او اكتر كاركتر كاريزماتيك والواحد اتعلق بيه او شايفه اللي هو ده هيعمل كوارث ومصايب كتيره قدام بس لما نوصل له. بس انا اللي بكلمك فيه ايه، انت فهمت منها او من خلالها ان هي من فكره ان هي على طول في ابن هيجي ومش انت اللي هتبقي الوريث ومش عارفه ايه، بس من جواها انا نفسي امسك انا ليه كده يعني ليه انا طالعه كده، برغم عكس كلامها مع صاحبتها مثلا. بس مع نهايه الحلقه الاولى هنشوف ايه اللي هيحصل خلال الفتره اللي جايه، وشفنا شخصيه والدها الملك ديسيرس اللي يعتبر ملك سوفت كده اللي هو يلا يا جماعه نشوف بقى لعبه المصارعه ونشوف بقى الناس هتقتل بعض ازاي والكلام ده، ومش واخد الموضوع بجد كده، وتحس ان الحزب الحاكم او المجلس الحكام اللي هم بيبقوا قاعدين معاه أغلبية الوقت في الحلقة هم دول اللي بيطلعوا القرار بس بيدهاله كده واحدة واحدة عشان يبقى هو اللي أخذ القرار. في نفس الوقت شفنا عكس الشخصية دي تماما أخوه دايمن، دايمن الاخ العنيف الدموي اللي احنا شفناه طبق الاحكام بنفسه ازاي وفي الانجاز، في نفس الوقت ليه هيبه والناس بتخاف منه جدا، في نفس الوقت بيحب الجنس جدا وبيحب اي حاجه غلط وشمال، بس اهم حاجه شفناها من خلال شخصيته ان اهم حاجه في دماغه ان هو شايف ان هو الاحق ان هو يبقى الملك بعد اخوه، فاحنا هنشوف صراعات كتير خلال الفتره اللي جايه واعتقد ان دايمن برضو هيقعد معانا حبه والله اعلم برضو. عكس مثلا ديسيرس اللي احنا شفناه من اول حلقه عنده جروح كده في ظهره والدكتور قال له احنا لازم كده نكويها والكلام ده، انا حاسس ان الحاجات دي هتطلع كتير جدا في جسمه والراجل هيتكل على الله بدري. اما برضو من ضمن الحاجات اللي انا مش فاهمها شويه، حاسس ان رانيرا وعمها استغفر الله العظيم يا رب استغفر الله العظيم يا رب استغفر الله العظيم يا رب. طبعا بتوع افلام انتوا عارفين يعني ان جيم اوف ثرونز او اي حاجه من ريحه جيم اوف ثرونز هي بلس 18، مش عايزين اطفال خالص تتفرج على الحلقه ولا تتفرج على المسلسل تماما، خدوا بالكم الحوار ده جدا لان في مشاهد جباره. انتوا عارفين جيم اوف ثرونز مش هتكلم كتير، ونرجع تاني استغفر الله العظيم يا رب استغفر الله العظيم يا رب استغفر الله العظيم يا رب، عندي احساس والله اعلم وجيم اوف ثرونز للاسف مخلي احساسي ده ممكن يجوز جدا ان هي وعمها دايمن هيحصل حاجه او في ما بينهم كده استلطاف او في بصة حمدي وزير كده، ده اللي انا حاسه والله اعلم مش عارف الله اعلم. جيم اوف ثرونز كان اتنين اخوات مقضيينها يعني مش عايز اقول لك لو انت ما شفتوش يعني لا كوارث يابا. وبرده من الشخصيات اللي اتاثرت بيها جدا ويعتبر من اكتر المشاهد اللي كانت قويه جدا في الحلقه الاولى بالنسبه لي مشهد الخلفه من مرات الملك، مرات الملك دي عيني صعبان عليا من اول مشهد، هي متالمه جدا، ويوم لما كانت قاعده في الحمام كده وبتتكلم معاه لما قالت له بص انا خلفت كتير جدا وبينزلوا ميتين انا بموت من القهر على كل طفل بينزل مني، واللي كبر كانت بنت فانا اعمل ايه طيب، ممكن بس كفايه بقى يعني دي تبقى اخر مره، صعبت عليا جدا. ولما الملك اتخذ القرار قدام الدكتور
ان هو يشق البطن وان هي كده ممكن تموت بسبب نزيف الدم وكده. النظرات وش اللي هو لا ما ازاي بتقول كده، ماشي اعمل كده، واخد القرار فجاه والمشهد ده اتنفذ كان جامد جدا وانت حاسس بالم الست. ففعلا كانت من المشاهد القويه جدا بالنسبه لي في المسلسل، والست ماتت خلاص يعني الست دي غلبانه جدا والله. وطبعا من اهم الحاجات واكتر الحاجات الواحد كان منتظرها الواحد يشوف الانترو الجديده بتاعه المسلسل. الانترو هتبقى ايه ونسمع موسيقى بقى والكلام ده، بس شفنا الانترو كان بسيط جدا، هي الكوره اللي اتعملت في الاول دي او الدايره المعموله دي وفيها تنين. بس على حسب اغلبيه الكلام اللي بيتقال دلوقتي ان اتش بي او كانت قصده فعلا ان هي اول حلقه ما تنزلش بالانترو ويستنوا للحلقه الثانيه، ان ده كان يعتبر ايه بدايه. بسم الله الرحمن الرحيم، تمهيد كده لهاوس اوف ذا دراجون، وهنشوف في الحلقه الثانيه المفروض الانترو مطول والله اعلم، هنشوف كده كده. بس كمجمل في الاخر انا اتكيفت جدا ومبسوط جدا ومنتظر الحلقه اللي جايه بفارغ الصبر. وانتوا لو ما كنتوش تعرفوا المعلومه دي احب اقولها لكم طبعا، ان المسلسل يتكون السيزون الاولاني 10 حلقات وهينتهي يوم 23 اكتوبر، والحلقه بتنزل في العالم كله فجر يوم الاثنين. فاتمنى على نهايه الموسم الاولاني الواحد يقول لا فعلا هذا المسلسل في نفس الليفل بتاع جيم اوف ثرونز، زي ما فينس جيليجن فاجئنا تماما وحط مسلسل يتحط جنب بريكنج باد، حتى لو هو مش اقوى من بريكنج باد بس على الاقل في نفس الليفل، وهو مسلسل طبعا باتر كول سول وكان برضو بريكول. فانا متفائل خير ومتفائل اكتر، لان 2022 الافلام الحلوه كانت احسن من السيئه، وده معدل حلو جدا وانا مبسوط جدا بالسنه دي. وهنبقى نتكلم طبعا عن سنه 2022 في اخر السنه طبعا باذن الله. وفي نهايه الحلقه بتوع افلام سؤالي ليكم، هل انت متحمس لهذا الموسم؟ وهل متحمس انك تشوف حاجات تانية اكتر في عوالم جيم اوف ثرونز؟ برضه انا كان عاجبني الموضوع ده، يعني افتكرته قبل ما انهي الحلقه، عاجبني ان احنا شفنا شخصيات كتير بس عكس تماما الحلقه الاولى بتاع جيم اوف ثرونز، اللي ممكن فعلا انا اعرف ناس كتيره جدا من صحابي وقفوا فرج على جيم اوف ثرونز بعد الحلقه الاولى، اللي هو ايه يابا ده؟ ايه العوالم دي ومين ده ومين ابن مين واسمه ايه؟ وانا هحفظ كل الكلام ده، وهو فعلا انت هتحفظ كل الاسامي بعد خلاص ما تتعمق في الموضوع، انت هيبقى بالنسبه لك الاسامي عادي جدا وعارف كل واحد وعادي، بس بتقفل ناس كتير. في الحلقه دي انا ما حسيتش بالحوار ده، ما شفناش عوالم مختلفه، احنا قاعدين مع التارجاريانز في هاوس اوف ذا دراجون وشايفين هذه العائله، وابتديت شويه تحفظ الاسامي. طبعا ما عرفتش احفظ اغلبيه الاسامي، بس ممكن على الحلقه الثانيه الثالثه ابتدي خلاص اجمع كل حاجه. انا مبسوط ومتكيف جدا من الحلقه الاولى، وانتظر بفارغ الصبر الاسبوع اللي جاي باذن الله الحلقه الجديده. وطبعا سؤالي ليك بتوع افلام، اكتر شخصيه عجبتك في الحلقه الاولى وشايف ان الشخصيه دي هتبقى المفضله بالنسبه لك؟ عارف ان اغلبيه التعليقات هتبقى دايما عارف، بس برضه حبيت اسال. وفي نهايه الحلقه بتوع افلام، اتمنى طبعا من كل حبايبي بتوع افلام يظبطوني لايكات كتير جدا 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 جدا، وشير وسبسكرايب للشانل لو لاول مره. طبعا عايزين نوصل لنص مليون في اقرب وقت، تظبطوني يا بتوع افلام دي عليكم انتوا. طبعا عايزكم تشتركوا على انستجرام بيج وفيسبوك بيج وتدوسوا على جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقه اول باول، واحلى مسا عليكم.